السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم فيديو جديد ولعبة جديدة مع سليم جيمي. النهاردة طبعا هنلعب لعبة فيل سكيتر. طبعا فكرة اللعبة ان الولد ده كان لعب راكب سكيت بورد وطلع بقى على العربيات، يعني حالته حالة يعني. يلا نخش بقى. طبعا رابط اللعبة في الوصف بتاع الفيديو، لو انت حابب تروح تنزلها افتح الوصف هتلاقيها اللينك التاني لينك قدامك. ماشي يلا نخش دلوقتي، هتفهموا فكرة اللعبة اكتر لما نخش الجيم. اللودينج بيطول. اخيرا دخلنا اللعبة. بص، هو كان ماشي مع صحابه، هو ماشى ايه مع صحابه، يعني الحال كويس يعني، وبيعمل حركات وشعلبازات. جاء بقى لوح الناس عدت بلوح الازاز خلوه يطلع على الشارع. شوفوا بقى ده بقى اللي حصل له. بص، عد طلع على الشارع. التحكم في اللعبة دي صعب شوية. العب. اوف، حاسب هنخبط. طبعا الكونزات دي ممكن ايه ده كونزات يعني الكون البتاع الاورنج ده الكونز ده ممكن يخبطنا او يعني يوقعنا السكيتنج ده. لو هو شوف الحركة اللي من فوق العربيات. التاكسي كان هيوديني في داهية. لو 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 بصوا طيرني. بصوا الناس هتلاقيهم بيضحكوا عليا والله. لو شفتوه لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقيهم بيضحكوا. اضحكوا خليكم كده تسخسخوا من الضحك وانا قاعد بصوصو على الشارع. اوعى تقول لي اعلان. معلش شباب، اعلان بو ماسترز طول شوية. نويل ايه وعلامة الاكس طولت برضو معاها. انا بكره الاعلانات دي، ما ايه لازمتها ما اعرفش. حطي لك كده وانت بتلعب الجيم تلاقي اعلان كده ظهر فجأة ما تعرفش جا منين. خش جيم تاني، جيم تاني وعذاب تاني. يلا نط من فوق. يا سلام، اوعى على العربية، احنا لسه في الاول. احنا كنا في او بص بقى، احنا خدنا حاجة هتطير كل اللي قدامنا. لا تقول لي بقى العربية ولا بتاع، كله هيطير. احنا عايزين نعمل الحركة دي. ايوه نط فوق. ايه ده؟ طب ازاي حد ازاي يا عمو؟ انا لسه هتفرج عليكم انت بتقع. اخلص. ماشي داخلين. هو الجماعة اللعبة دي كان زمان ما كانش فيه لودينج، عملوا كده ليه ما اعرفش. دخلنا ولا لسه؟ الحمد لله. يلا عدي بقى، يلا اعمل بقى الحركة بتاعتك. الله، ماشي. البتاع ده زي انا مش عارف ده بتاع ايه بصراحة. يصغر كل حاجة، العربية واخد حتى الناس، خليهم اقزام. يلا اوعى. احنا كنا نخبط في الناس وهي صغيره كده. في واحد كنت هخبط. دي بقى انا كل شويه طب والله ما جاي جنبها تاني بقى. انا ما كل شويه بغلط فيها والله ما جاي جنبها تاني. لودنج تاني. اتفضل يا سيدي. دخلنا. اللودينج بيطول، مش عارف دي مشكلة نت ولا اللعبة نفسها خربانة. ماشي، احنا لما نشوف الماسورة دي ما نجيش جنبها. ماشي اوعي يا سات، نولها كده. احنا لسه عملنا حاجة، احنا عايزين بقى نلعب باحتراف شوية بقى عشان لا اعلان. في اعلان جاي يا جماعة. الاعلان خلص ولا انا دوست على حرف الاكس؟ ماشي، انا بعد كده هقول لك لو في اعلان هقفل المايكروفون عشان يعني ايه ما يخربش المقطع. كمل يا سيدي. لودينج. وبعدين كمل.
طبعا شباب لو عايزين العب لعبه اكتبوها لي في التعليقات، انا ان شاء الله انزلها. مش احنا بقى عايزين نركز الجيم ده، الجيم ده بقى بالذات عشان هيبقى شكلنا واحد شوعنا. كم ايوه، اوعى تخبط. انا كنت هخبط خبطه سيئه. اوعى يا راجل، قاعد بيتدلع عشان الرصيف من فوق. يا سلام دودو، احنا معانا ايه ده؟ احنا اتحبسنا. بصوا، لا حول ولا قوة الا بالله. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش بقى تحط لايك وشير سبسكرايب. اشوفكم بقى في فيديو جديد مع سليم جيمي. يلا سلام.